بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ هلا في موضوع كثير مهم، طبعا من العمليات المنفذة على الصور الرقمية بكافة أنواعها، بسموها عمليات التشكيل أو المورفولوجي أو مورفولوجيكال أوبريشنز. طبعا هاي العمليات مهمة لتطبيقاتها المتنوعة الكثيرة، ومن أهم هاي التطبيقات اللي هي توسيع حجم الكائن أو الأوبجكت، اللي هي أوبجكت سايز إكسباندينج، تصغير حجم الأوبجكت اللي هي ريديوسينج أوبجكت سايز. ممكن نستخدم عمليات المورفولوجي في القضاء على ضوضاء أو ضجيج، سواء منخفض أو مرتفع الشدة، اللي هو نويز ريدكشن، هاي انتنسيتي نويز، لو انتنسيتي نويز. إضافة لذلك ممكن نتخلص من في الصورة من بعض الأجزاء الصغيرة، اللي هي eliminate small objects without affecting other bigger objects. ممكن نستخرج خلفية الصورة اللي هي الباكجراوند، وممكن أيضا نستخرج بالمورفولوجي اللي هي الفورجراوند. ممكن نعمل ثينينج للصورة، ممكن نعمل تضخيم ثيكينينج للصورة. بعدين في ممكن نستخدم المورفولوجي في تحديد فيما إذا كانت الصورة تحتوي على أوبجكت معين. ممكن نحدد الزوايا، ممكن نعمل سيبريتنج لبعض الأوبجكتس، ممكن نزيد شدة إضاءة الصورة أو نخليها أكثر بياضا، أو ممكن نقلل من شدة الإضاءة أو البرايتنس للصورة. وممكن أيضا نستخدم عمليات المورفولوجي في الإيدج ديتكشن، كشف الحواف. لاحظين تطبيقات كثيرة مهمة، وهي التطبيقات من التطبيقات المهمة العملية في معالجة إيش الصور الرقمية. طبعا العمليات المورفولوجي تنفذ على الكلر ايمج، تنفذ على الجري ايمج، تنفذ على الباينري ايمج. وهاي العمليات هي بيكسل اوبريشن، بمعنى اخر تنفذ على كل بيكسل. تستخدم ايضا مبدا النيبرز في عمليه الحسبه او في البروسيسنج، ودائما تستخدم في عنصر بنيوي بسموه او structuring element. هذا structuring element عبارة عن matrix، ممكن تكون one row، ممكن تكون one column، ممكن تكون 2D، ويفضل يكون له مركز، والقيم فيها بتختلف عن الكيرنل في الفلترنج. القيم فيها يا صفر يا واحد. طبعا الواحد يعني انه النيبر المعني داخل في عملية الحسبة، صفر يعني النيبر مستثنى من عملية ايش الحسبة. طبعا هون في بعض الأمثلة على الستراكشرنج إليمنت. هون في عندنا هذا ستراكشرنج إليمنت أفقي، واحد واحد واحد، بمعنى آخر النيبرز اللي داخلة في عمل البيكسلز الداخلة في عملية الحسبة هي البيكسل نفسه والبيكسل اللي قبله والبعده في إحداثيات إكس. هون عبارة عن structuring element رأسي، معناها العناصر بتكون مشمولة في عملية المعالجة اللي هي نفس البيكسل، على أساس إنه عم بيكون على المركز، والبيكسل اللي فوقي والبوكسل اللي ايش تحتيه بمحور ايش واي. هذا another example او مثال اخر على الستركتشرنج اليمنت، هذا 3 باي 3، العناصر المشموله اللي تكون اللي هي البيكسل والنيبرز الرئيسيه والافقيه. هون برضه في عندنا ستركتشرنج اليمنت اخر، العناصر اللي بتكون مغطاه في عمليه الحساب عملية المورفولوجي المعينة، اللي هي البيكسل نفسه والعناصر الواقعة على إيش على القطر. هون مثلا
في structuring element العناصر اللي الداخلة بتكون اللي هي إلى يسار إيش البكسل اللي هو هذا مغطى هذا مغطى وهذا مغطى مع النيبر هذا والنيبر هذا وهذا النيبر بكونوا داخلين في إيش عملية احتساب ناتج إيش المورفولوجي. أي عملية من عمليات المورفولوجي بتتطلب يكون في عندنا الأوريجينال إيميج الأصلي والستركتشرنج إيلمنت محدد. كيف نحدده؟ هاي بيعتمد على نوع التطبيق اللي بدي أستخدمه أنا أو شو الناتج اللي بتوقعه أنا من إيش تنفيذ عملية إيش المورفولوجي. بالنسبة لستركتشرنج إيلمنت ممكن نستخدم MATLAB إحنا لبناء هذا الستركتشرنج إيلمنت. Structuring element diamond 3 هاي راح تكون عندنا بهذا الشكل. راح يكون structuring element ممكن انا ابني structuring element عادي كمصفوفة عادية. هاي في بعض انواع من structuring element هاي انواع مختلفة ممكن احنا نبنيها في structuring element جاهزة في الماتلاب. طبعا عنصر او structuring element مهم في تنفيذ عملية المورفولوجي. وفي عندنا العمليات مصنفة لنوعين، في البيسك او عمليات تشكيل اساسية هاي تشمل عمليتين، العملية الأولى بسموها عملية التمدد والعملية الثانية عملية التقلص. في عمليات أخرى مشتقة من الدايليشن ومن إيش الإيروجين. نيجي لعملية الدايليشن. دايليشن معناها تمدد. طبعا دايليشن إيروجين جاية من البؤبؤ، لأنه البؤبؤ خاصة لو مثلا أخذنا القط مثلا في الليل البؤبؤ تاعو بيتوسع بسموها dilated عملية dilation. في النهار لأنه في الضوء بيكون كثير فبعمل تقلص بسموها عملية إيش إيروجين. بنيجي للعملية رقم واحد اللي هي من العمليات الأساسية عملية dilation. شو معنى عملية dilation؟ dilation اللي هي اختيار لكل بيكسل طبعا في الصورة اختيار القيمة الماكسيموم المغطى بـ Structuring Element اللي هي Select the maximum value from the neighbors which are covered by the Structuring Element. لو فرضاً عندنا هذا Structuring Element معناها قيمة البكسل بدها تكون مساوية الماكسيموم من هذول الثلاثة، العنصر نفسه، العنصر اللي قبله في X واللي بعده في X. المية هون طبعا الأطراف ما راح تكون محسوبة، فالمية شو الماكسيموم؟ عندي 105. هلا 105 في عندي 100 135، ماكسيموم إيش؟ 105. هون الماكسيموم 135 70، فالماكسيموم 105. هون لهذا البكسل في عندنا 30 70 0، معناها الماكسيموم هاي 80 80، فالماكسيموم راح يكون إيش؟ 80. هاي بالدايليشن. نأخذ مثال آخر مثلا بهذا الشكل، هذا رأسي راح يكون، بمعنى آخر البكسل راح يكون يأخذ قيمة الماكسيموم من البكسلز هاي المغطاة بالستركتشرنج إلمنت. البكسل نفسه، البكسل اللي واقع فوق بالواي واللي واقع تحت بيش بالواي، لو أخذنا هاي المية الماكسيموم طبعا من الباكجراوند مش داخل، الماكسيموم 150، فالماكسيموم بيطلع عندنا إيش؟ 100. هون الماكسيموم 150 20، فبيطلع القيمة هاي القيمة مثلا نأخذ أي قيمة، هاي 30 مثلا، 30 30 243، فبيطلع القيمة إيش؟ 3 243. هون structuring element 3 by 3 3 by 3 وكل القيم ones، معناها قيمة البكسل بدها تكون مساوية للماكسيموم من النيبرز بالإضافة للبكسل نفسه. يعني 243
بدي أخذ 40 30 100 150 30 56 66 200 و243 الماكسيموم قديش؟ 243. لو أخذنا هاي البكسل الخارج مش داخل في هاي، فبنأخذ الماكسيموم من 10 20 30 90، فبيطلع الجواب إيش؟ عندنا 90. هون مثلا structuring element هون يختلف شوية، لأنه مش كل النيبرز داخلة في هاي، اللي داخل هذا البكسل واللي تحتيه وهذا البكسل وهذا البكسل وهذا البكسل وهذا البكسل. بمعنى آخر قيمة البكسل هذا راح تكون مساوية لقيمة الماكسيموم من هذول إيش النيبرز اللي 1 1 1 1 1 إلى آخره. من تطبيقات الدايليشن، تطبيقات المهمة للدايليشن اللي هي Object Expanding. لو أخذنا مثلا Binary Image، هاي Binary Image في عندنا الزيروز وفي عندنا في واحد بقية زيروز، معنى آخر هذا الأوبجيكت وهذا الإيمج بيحتوي على أنه One Object والسايز تاعه قديش؟ واحد بيكسل. لو عملنا dilation باستخدام هذا structuring element، طبعا هذا العنصر راح يظل زيرو، هذا العنصر راح يظل زيرو 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 هون زيرو، هذا العنصر لأن في جنب واحد معناها راح يصير واحد واحد، هذول كلهم راح يصيروا واحد بهذا الشكل، راح يطلع الاوتبوت. فبدل ما كان عندي one object ب one pixel صار عندي one object طبعا كلها connected البيكسلز والسايز تاعه قديش؟ 9 بيكسلز. طبعا هون كيف بننفذ هاي العملية باستخدام الماتلاب، هاي المصفوفة الأصلية وstructuring elements اللي هو 1 3 by 3 والfunction في ماتلاب image dilate الـ original image A مع ايش؟ structuring element. لنأخذ مثلا مثال، هو انه اخذنا هذا المثال مثلا، طبعا هاي القيم وعملنا dilation، القيم 100 القيم الحدية هاي اللي وقع على حدود الـ image الأوبجكت هذا راح تتوسع للخارج. ولو استخدمنا هذا structuring element، طبعا هاي تعليمات الماتلاب ممكن تطبقها انت، راح يصير عملية التوسعة بهذا الشكل، بمعنى آخر الأوبجكت زاد حجمه هون والقيم مثلا هاي القيمة 100 راح تيجي هون وراح تيجي هون وراح تيجي هون تيجي هون و تيجي هون، لأنه الـ structuring element إيش 3 by 3. لو جينا طرحنا هاي مثلا، طرحنا هاي من الـ dilated image راح يطلع عنا كأنه إيش الحدود الخارجية لإيش الأوبجكت، هاي الحدود الخارجية للأوبجكت اللي كان يعني. طبعا بقية القيم اللي فيه ضمن الأوبجكت كانت راح تكون قيمتها صغيرة لأنه أصلاً كانت هي عالية ونعمل dilation فصار امتداد، ونطرح 105 من مثلاً أو 105 راح تعمل عندنا القيمة إيش؟ زيرو. فهاي القيم المتدنية راح تشكل الأوبجكت نفسه، والقيم العالية نسبياً مع القيم هاي راح تشكل إيش؟ الإكسترنال باوندري. بمعنى آخر الإكسترنال باوندري ممكن أنا أكتشفها أو أحددها من خلال عمل dilation للإيمج، ومن الدايليتد إيمج بطرح إيش الأوريجينال إيمج، نحصل على إيش الإكسترنال باوندري. طبعاً إكسترنال باوندري هون لما أحكي عن إكسترنال باوندري بتكون إن الإكسترنال باوندري هاي بتكون إيش داخلة في الأوبجكت، اللي هي بتكون على أطراف إيش الأوبجكت. برضه في تطبيق للدايليشن نأخذ هذا المثال، هذا المثال في عندنا طبعا احنا حكينا عن مفهوم النيبرز سابقا،
وقلنا مثلا هاي قيمة 100 100 إلى آخره 100، وهاي قيمة 5، معناها الخمسة هاي غريبة شوية، فممكن أنا أعتبرها إيش؟ low intensity noise. ممكن أشيلها أنا وأخلي قيمة البكسل هذا قريبا من قيم الجيران باستخدام structuring element ones 3 by 3، ساعتها هاي القيمة راح تصير إيش؟ 100. هاي الماتلاب كود، وهاي إيش؟ الأوتبوت. هلأ مثلاً عندها في، لو كان عندي هذه الصورة مثلاً، طبعاً الدايليشن بتزيد الأبيض وبتقلل إيش؟ الأسود، لأنه بتعمل ماكسمايزيشن للقيم. كونه بتعمل ماكسمايزيشن معناها إذا كان في أبيض راح الأبيض أثره يمتد إلى السواد في الصورة. فممكن احنا نقول إنه الهولز هاي الدارك هولز ممكن ايش نعملها ايش ريديوسينج، عمل لنا دايليشن. طبعا حجم الهول هذا لانه اسود راح يصغر، وحجم الاوبجكت لانه ابيض راح ايش يزيد. ممكن ايضا نستخدم الدايليشن لزياده البرايتنس للصوره، بمعنى اخر الصوره تصير اكثر بياضا. يعني اذا كانت معتمه مثلا ممكن اطبق عمليه الدايليشن، بحصل على صوره ايش افضل، والانتنسيتي في البيكسلز راح تزيد، لانه المفهوم الدايليشن هو ماكسمايزيشن لمين؟ للقيم. الدايليشن ايضا ممكن استخدمها انا لاكتشاف الحواف، الحواف للصورة. مثلا لو جيت اخذت، لو كان هاي فرضا باينري ايمج، وعملت له دايليشن، طبعا دايليشن راح تزيد حجم الابيض وتقلل حجم هاي من الدايليتد ايمج. هاي لو طرحت هاي الايمج راح يطلع عندي ايش هذا الشكل، بمعنى اخر انا حصلت على ايش؟ على اطراف او حواف ايش الجسم الاول، وحواف ايش الجسم ايش الثاني. طبعا ناتج عمليه الدايليشن هون الاسود، الجسم الاسود راح يقل حجمه، الجسم الابيض هذا راح يزيد حجمه، وهاي الناتج الطرح بعطيني ايش؟ هي راح تعطينا ايش الاكسترنال باوندري هاي، والاكسترنال باوندري للاوبجكت الثاني. ها هون في عندنا التطبيق باستخدام الماتلاب على صورة، هاي الصورة صورتي هاي. طبعا حولنا الصورة ل باينري، واستخدمنا structuring element 5x5. طبعا هاي الباينري فيرجن، وهاي عملية الدايليشن للباينري. إذا ملاحظين كان في السواد كثير في الصورة، عملية الدايليشن أشالت إيش السواد، وصارت الصورة أكثر إيش أكثر بياضا. طبعا التعليمات الخاصة في الدايليشن هي image dilate، بدها تكون عندك الأوريجينال أو الإيمج اللي بدك تعمل له دايليشن، وستراكشرنج إليمنت لازم يكون ايش محدد. اهم نقطة انه يكون للستراكشرنج، يفضل انه يكون للستراكشرنج إليمنت مركز، او بمعنى اخر يكون مفرد. ممكن يكون مثلا 3 by 3 5 by 5 7 by 7 ممكن يكون 1 by 3 1 by 5 5 by 1 5 by مثلا 7 by 1 إلى آخرها. هاي أمثلة على عملية الدايليشن. العملية المعاكسة لها اللي هي عملية إيش؟ الإيروجن أو التقلص. إحنا في الدايليشن كلنا بنعمل سيلكشن للماكسيموم من النيبرز المغطى بالستركتشرنج إليمنت. الإيروجن تعمل سيلكشن للمينيموم، معنى اخر باخذ المينيموم بدل ايش الماكسيموم. فكأن الايروجن تعمل عملية ايش؟ عملية عكسية. هاي هون الدايليشن، هون الباينري فيرجن للصورة،
نعمل إيروجن بستراكشرنج إليمنت، السواد ماله، السواد ماله إيش زادها. نفس المنهجية ونفس الآلية اللي نفذت فيها الدايليشن تنفذ فيها الإيروجن. الفانكشن مستخدم في الماتلاب اللي هو إيميج إيرود، طبعاً بدها تكون الإيميج اللي بدي عملها إيروجن، والستركتشرنج إليمنت يكون محدد. نفس الشيء الوان تعني إنه النيبر كفرد أو إنكلودد، الزيرو يعني إنه النيبر نوت كفرد أو إيش إكسكلودد من عملية الحسبة أو في تحديد القيمة إيش المينيموم. لو جينا أخذنا هاي الإيميج مثلاً أخذ 243، هذا كبر كبر كبر، فالمينيموم 243 150، راح تصير قيمته ايش 150. اخذت هذا العنصر، القيمه الخارج الحدود ما باخذها، وبصير المينيموم ما بين العشرين والعشر. اخذنا هاي مثلا 25 بهذا ستراكشرنج اليمنت، طبعا راح تكون 25 15 25 20، شو المينيموم ايش 15. هون عملية الكبرنج بدها تصير رأسي، هون عملية الكبرنج بدها تصير رأسي وأفقي من آخر البيكسل مع كافة إيش النيبرز الموجودة وكلها إنكلودد. ليش؟ لأنه القيم في المناظرة في ستراكشرنج إليمنت مساوية لإيش للواحد. هون نفس المبدأ، هون المينيموم راح يكون من هاي النيبرز، طبعا بقية الايش العناصر او بقية البيكسل نفسه والنيبرز هاي مستثناة من العملية. من التطبيقات المهمة للإيروجين اللي هي عملية تقليل حجم الجسم، الدايليشن زادت الحجم، الإيروجين بتقلله. طبعا لو اخذنا هذا الايميج، هذا الايميج في 3 اوبجكتس، هذا الأوبجكت الأول لأنه N4 connected كلها، حجمه 9 pixels، هذا أوبجكت في 1 pixel، هذا أوبجكت في 1 pixel. لو بنعمل dilation بأفن erosion بstructuring element 3x3، طبعا ممكن أنفذها على هاي باستخدام أي من هاي structuring element. لو أخذت هذا 3x3 هاي كل الوانز راح تروح، بظل هذا الوان لحاله، بعدين هذا الوان راح يطير وهذا الوان راح ايش يطير. طبعا هاي التنفيذ باستخدام ايش الماتلاب. هون في حالة استخدمنا structuring element الاول هذا الناتج، في استخدام structuring element الثاني هذا الناتج، الـ 3x3 هذا إيش الناتج. طبعاً إذا ملاحظين هون هاي الـ الإيميج كان في 3 أوبجكتس، هذا مساحته أو حجمه 9 بيكسل، هذا إيش حجمه 1 بيكسل وهذا 1 بيكسل. هاي ممكن أنا لو اعتبرت هاي نويس ممكن أشيلها، فبعمل أول إشي إيروجين بتطير هاي العناصر، طبعا راح يصغر هذا الحجم، حجمه راح يصير 1 بيكسل. بعمل دايليشن بعدها بنفس ستراكشرنج إليمنت، هذا الونز راح تمتد لهاي، بصفي عندي 1 اوبجكت والسايز تاعه 9 بيكسلز. فمن ال أو من تطبيقات الإيروجين بالدايليشن اكتشفنا الإكسترنال باوندري. هون بنعمل ممكن نحدد إحنا الإنترنال باوندري. إنترنال باوندري بتكون جزء من وين؟ من الأوبجكت. يعني هون مثال كيف نستخدم الدايليشن. طبعا كان عندي الستركتشرنج إليمنت بهذا الشكل 1 3x3، و عملنا الإيروجين على هذا، راح يظل عندي أنا راح تطير كلها، ظل عندي اللي هو الـ 1 1.
طبعا نطرح هاي ال الايرودد ايمج من الاصليه، راح يطلع عندنا ايش الانترنال باوندري اللي هي البكسلز اللي واقع على الحدود. بالدايليشن احنا قلنا بتزيد الاوبجكتس الابيض وتقلل الاوبجكتس الاسود، لان تعمل ماكسمايزيشن. الايروجن تعمل عمليه عكسيه، يعني اذا كان في عندنا هذا الهول بلاك هول بهذا الشكل حجمه، اذا عملنا له دايليشن راح يزيد حجمه وراح يقل في نفس الوقت ايش حجمها اللي هو الوايت اوبجكت. فلو طرحت الايرودد من هاي راح يطلع لي ايش الانترنال باوندري اللي بنشوفها تحت. فمن تطبيقات ايضا للايروجن اللي هي البرايتنس بنخففها، او العمليات الناتج راح تصير الصورة مور داركر. اذا كانت ناصعة البياض ساعتها ممكن انا اطبق عملية ايش الايروجن. هون مثلا عندي ايمج بهذا الشكل، هذا الايمج حولته لباينري وعملنا له ايروجن، راح الخطوط الواصلة ما بين الكرات هاي تروح ولا تطلع عندي هذا الشكل. مرة ثانية حكينا بالنسبة للإنترنال باوندري، الإنترنال باوندري هون راح تكون مساوية للأوريجينال إيمج ناقص إيش الإيرودد إيمج. خلينا اليوم هاي ننهي هاي على أساس نكمل في الموضوع بالمحاضرة الجاية، لأن الموضوع شوي طويل. المرة الجاية إن شاء الله بنعمل نكمل على العمليات المشتقة من الإيروجن والدايليشن. في عندنا أكثر من عملية، في عملية الأوبنينج، في عملية الكلوزينج أو عملية الفتح والإغلاق، في عندنا اللي هي عملية التوب هات باتوم هات، وفي عندنا عملية الهيت أند ميس. هذول راح نستعرضهم إن شاء الله المرة الجاية. يعطيكم العافية وإلى لقاء قريب.